السلام عليكم، مساء الخير للجميع. الآن حنا في مدينة برشلونة، الأجواء جدا جدا جميلة وعليلة مشمسة. طبعا هذا الشارع أهم شارع في برشلونة عامة، ويفضل السكن عنده أو جنبه أو حواليه، لأنه دائم بحيث أن المطاعم تتواجد فيه على اليمين، تقدر تأخذ محلي برضه على يمين المطاعم، أو تقدر تأخذ خارج. واللي يميز الشارع برضه انه يعني الى الساعة 12 في الليل المطاعم مفتوحة الى وقت متأخر، يعني اي وقت تنزل. اسم الشارع اللي في الصورة السابقة هذا عليه جميع الماركات، ويعتبر شارع تسوق وفخم جدا وعليه اغلب الماركات. وهنا من اهم الساحات السياحية اللي في برشلونة، دائما الناس يتواجدون فيها بكثرة. بجانب الساحة هناك محطة باصات تودي إلى المطار بسبعة يورو أو بستة يورو خلال نص ساعة تقريبا. أيضا هذا الشارع امتدادا لشارع التسوق اللي حطيت لكم اسمه، وفيه أيضا جميع الماركات، شارع جميل جدا جدا. الآن حنا في جبل في برشلونة، نطل على المدينة كاملة، في مطاعم، في هذه الكنيسة. أعتذر جدا عن عدم الرد على الاستفسارات، وهذا من شروط صاحب الحساب. أنا بحط حسابي، إذا احتجتوا أي شيء أنا حاضر. أنا علقت من يومين بخصوص تغطيات الطويلة، وحلو تكون مختصرة ومفيدة، بس تمنيت لو تغطيات اللام شوية طول، يعني برشلونة ما تنمل.